تم بث الموسم الثالث من برنامج اقتباسات أدبية مفضلة للرئيس سي جين بينغ بنسخة الكازاخية الذي تنتجه مجموعة الصين للإعلام يوم الثلاثاء في كازاخستان. وأرسل الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف رسالة تهنئة يهنئ ببث البرنامج. ويركز البرنامج على موضوعات مثل الرخاء المشترك والحماية البيئية والميراث الثقافي والتنوع الحضاري. ويختار بعناية الكتب الصينية القديمة والجمل الكلاسيكية المقتبسة في الخطب والمقالات والمحادثات المهمة للرئيس سي جين بينغ ليظهر للجمهور الأساس الثقافي للتحديث الصيني النمط. وقال الضيوف الكازاخيون الذين حضروا الحدث إن بث البرنامج سيساعد الجمهور الكازاخي على فهم أفكار سي جين بينغ وممارساته في حكم البلاد وتوفير دعم ثقافي قوي للتبادلات الودية بين البلدين والتفاهم المتبادل بين الشعبين.